السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين صحابي صحباتي اصدقائي ديالي صديقاتي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير. ولاد حومتي ايتوب بنات بلادي العز، اليوم هي فيديو جديد، وهذا الفيديو في الليل، وكي تيقول لك الهند بلد العجائب، وكل مره تخرج لينا شي حاجه بشكل. ايوا اليوم سيدي لالا كنا غادي ما علينا ما بينا، توقفنا البوليسي، ماشي البوليسي العسكر، هنا البوليسي يكون ياك، ولكن ماشي ديما بعدا فهاد الولايه اللي انا فيها، فهاد المدينه اللي انا فيها تيكون البوليس، ولكن باش ينظم حركه المرور. ايوا البارح كانت حاله استثنائيه، وقفنا العسكر عند واحد العصا قد قدس ديال الشطابه من بعيد، نيش علينا قالنا ابراك دبره، صافي دزنا هكا الجنب حبسنا. عاوتاني هبط عنده شي واحد، هذاك اللي كان سايق هبط عنده ويقول لي ابرك دبره حلينا حلينا الكفر. ايوا ملي حلي الكفر بقاتيني شعلي بحال هكا بهذيك الشطابه. لا صدي الشطابه اللي عنده، شنو عندك هنا؟ هذه كرتونه شنو فيها؟ شنو عندك هنا؟ هذا صندوق شنو فيه؟ بقى تيبقش بحال هكا، علاش كان تيقلب؟ الله اعلم. عاود يقول لك عطيني اوراق السياره، لا يمكن لا اوراق السياره حتى حاجه، نتوما شوفوا العصيه ها هي شتوها كي دايره. صافي قلب الكفر مزيان ما فيهش حتى شي حاجه، داكشي اللي كان تيقلب عليه ايش الله اعلم. صافي يقول لنا سير طريق السلامه. ايوا هنايا كسيرينا كسيره وحده ياك، كسيرينا مره وحده. صافي قلنا من هنا دازو، صافي بقينا غاديين غادي نكملوا الطريق ديالنا. ايوا عيش نهار تسمع خبر يقول لك راه اوراق سياره، لا قال لك حل الكفر، ما عنده غير حتى بشي اوراق سياره، حيت هنايا في هذه البلاصه اللي انا فيها ما عمر انا شحال وانا ساكن هنا راه مدهد، وما عمر شي بوليسي قال لك حبسك على اوراق سياره ابدا، وما تيحبسوش. هذه اول مره، داكشي علاش جاتني فشكل وبغيت نشاركها معكم باش حبسنا هذا العسكر، فهمتوا؟ وكاين منه اللي لابس الكسوه باين عسكري، وكاين اللي ما لابس الكسوه ولكن حتى هو راه محسوب مع المخزن ديالهم. هذا ما كان. ايوا هنا كي تشوفوا الطريق عامره ما عمرت، المهم هذيك الساعه شحال تكون 8 7. هذا ما كان، شكون هذا؟ هذا هذه الحيوانات الاليفه، المهم لا عنده شي حيوان اليف مريض. هنايا بازار، بازارات هنا تيكونوا بزاف، من كل بازار وديالاش ما عليناش. و كي نقول لكم هنا راه ديما الصاد، واخا الليل واخا الليل، يعني شنو اللي مختلف هنايا هو ان في الليل فهمتم كاينه الشميشه، هادشي يعني اللي كاين. اما الصباح، الصباح تتكون هذيك الشميشه المفرطه ما تصلحش للخروج، يعني الواحد علاش غادي يخرج في الصباح الا كان عنده شي حاجه ضروريه ما يمكنش يقضيها بالعشيه ولا بحال هكا بالليل، ولا كان عنده ماشي شي حاجه ضروريه ما كاينلاش يخرج الصباح حتى الليل ومشي يقضي الاغراض ديالو. هانتوما هنايا واحد الحاجه في الهند، عرفتوا شنو؟ ان الطوموبيلات والماطر والسكوترات والشاحنات وكلشي كلشي كلشي عرفتي ما تيحبسوش من هذيك طوط 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 طوط، واخا بدون سبب صافي ولفوها بحال يديو ما تتحيدش على الكلاكسون، دائما طوط 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 بحال هكا، فهمتوا؟ في الصباح في الليل في اي وقيته الطريق دائما بحال هكا. المهم انا نخليكم تسمعوا الطريق ياك، تسمعوا الكلاكسون كي داير ونكمل معاكم. From here. From here. We go in here. And
ايوا هنايا لداخل ديال السوبر ماركت ياك، ومشيت الجهة ديال المواعن. علاش؟ حيت بغيت نوريكم هاد المواعن اللي تيستعملوهم الهنود. عرفتي اغلبيه ديال المنازل الهنديه تتلقى عندهم المواعن بحال هكا، دايرين بحال هكا، الكيسان، الزلايه، في الطباسل، الصينيات كاملين دايرين بحال هكا. المواعن ديال الطباسل ديال الدجاج وديال البدا ما تيستعملوهمش في الدار، يعني النهار يوم على غدا يوم على غدا ما تيستعملوش هذوك المواعن. انا اللي شفت تيخليهم حتى تيجيو الضياف عاد تيجبدوا داكشي ديال الدجاج وديال البدا. هذه اللي تنوريكم هذه تيديروا فيها الماكله وتتبقى سخونه. سمعتوا شنو كنت نقول لكم؟ يعني ما تيستعملوش المواعن ديالهم ديال الدجاج والبدا عندهم، ماشي ما عندهمش، ولكن ما تيستعملوش، تيخليهم اغلبيه تيستعملوا غير هاد الانواع بحال هكا ديال المواعن. والبنت ملي تتزوج، يعني العروسه تتكون باقا عروسه الا غادي تمشي لدار راجلها، تيخصها دي معاها المواعن. لما داش معاها المواعن راه عندهم عيب، عندهم شي حاجه حشومه في الثقافه ديالهم. في شكل هادشي انا تيجيني، يعني العروسه الا خصها تدي كلشي. بطبيعه الحال كاينه شي عروسه ما تتكونش خدامه، ما هادي ما دي، يعني والديها واخا كاع تكون خدامه، والدها ولا تيديروا لها كلشي، المواعن، الفراش، كلشي تيدي، وما بين الحوايج هاد المواعن بحال هكا فهمتوا تتديو معاها للدار ديال راجلها. هنا السوبر ماركت هذيك النهار كان خاوي ما عامرش بزاف، ولكن راه فيه كلشي وفيه بزاف ديال الطباقي فهمتوا. كل طبقه دايرين فيها فيها شي حوايج، وكاتبين واحد لا ليست بحال بغيتي شي حاجه كاتبينها معلقينها قدام الباب. ها شنو بحال بغيتي الخضره غادي تلقاها في الطبق السفلي زعما لتحت، بغيتي الحوايج تلقاهم في الطبق كاع الفوقاني، بغيتي المواعن وهذه غادي تلقاهم بحال في الطبق الثاني ولا الثالث بحال هكايا. هادو الكيسان فاش تيشربوا اتاي، كي تشوفوا اللون ماشي ديال اتاي بحال اللون ديال القهوه، ولكن لا هما اتاي ديالهم داير بحال هكاك. علاش؟ حيت يخلطوا الحليب مع الشاي الاسود تعطوهم هذاك اللون. حنا تنشربوا الشاي الاخضر تنديروا معاه النعناع. يا النعناع يا النعناع، لا رائحه النعناع، يا سلام. ايوا كل واحد واتاي ديالو كيدير. هنا القرارص الاشكال، ياك قرارص عاديين ولكن عندهم الالوان، هما تيحماقوا على شي حاجه سميتها الالوان، الاحمر، الاخضر، الصفر، ما عرفت شنو عاوتاني. المهم الالوان مبين بهم الهنود، راه تشوفوا في الافلام بلا ما نقول لكم، يعني ماشي شي حاجه جديده هذه، الهنود مضروبين على الالوان. وهادو اللي تنوريكم ما عرفت شنو نقول لكم، لا الصينيات ولا الطباسل ولا شنو. المهم بحال هادا تياخذوا تيحطوا فيهم زليفات، هادي زلافه ديال الرز، هادي زلافه ديال المرقه، وعاد الروتي، الروتي هو الشباطي عندهم فهمتوا، تيحطوا في هاد الصينيه ولا في هاداك الطبسيل. المهم اغلبيه تيستعملوا هاد المواعن دايرين بحال هكا، ما كاينش شي دار هنديه ما تلقاش عندها المواعن بحال هكا، تيستعملوهم يوميا. والاخرين المواعن ديال الدجاج والبدع تيخليهم حتى تيجيو الضياف. هنايا المغارف ديال الميكا، ها ديال عاوتاني، اما داك ما عرفتش شنو تيقولوا ليه. وعاد ديال الخشب، ما كاين احسن من الخشب، الخشب تيبقى زوين، المغرفه ما تتوصل لك لا حراره لا حتى شي حاجه. المهم هنا تنوريكم شنو كاين المواعن. هاد المره مشيت الجهه ديال المواعن حيت ما عمري وريت لكم في هاد سوبر ماركت المواعن. هادشي اللي كاين بلاتي نوريكم واحد الحاجه. شوفوا على مهرز، هذا مهرز ديال الخشب رائع، وحده ياخذو حطوها ديكور عنده في الدار. انا في الدار عندي مهرز بلاتي نقول لكم ديال النحاس، دابا نوريه لكم شي مره. هذه اللي وريتكم هذه دابا تنوريكم فاش تيعجنوا فيها، تيكونوا عجل العجينه وتيديروا الروتي بحال هكا وتيديروا المدلك بحال هكا، يا صافي باش تجيهم هذيك تي بحال رغيفه، ماشي بحال رغيفه. المهم الروتي اللي تياكلو كل نهار تشباطي، تيستعملوا هادي باش تجيهم الروتي مدور على شكل دائري. ايوا هنايا بلاصه ديال البوطه، والبوطه هنا عندهم دايره بحال هكا فهاد الجهه انا اللي فيها، البوطه عندهم بحال هكا دايره. المهم كاينه اللي فيها ثلاثه ديال الجهات، هادي فيها جوج ديال الجهات، وكاينه بوطه اخرى فيها اربعه ديال الجهات. يعني راه ما طيب، يعني الا كنتي تطيب بزاف ما دير جوج جهات، راه ما مسلكاكش، يعني ما نافعكش. خد هذيك ديال اللي فيها اربعه جهات ها هي، شتي. ايوا هنا راه ما طيب، دير وحده فيها الحليب، وحده شنو، وحده الرغيفه، وحده شنو عاوتاني، وحده المرقه، وحده شنو، وحده الكسكس، صافي. انت طيبي كلشي ولا غادي طيب كلشي دقه واحده. والاثمنه هما تنشارك معكم الاثمنه، تنوريكم الاثمنه ياك، ولكن انا ما تنعرفش الروبيه شحال زعما، واش الثمن غالي ولا ما غاليش. يلا مازال مازال ما تعرفش تحسب بالروبيه ديالهم، بارك عليا هاد الدرهم والدولار والاورو ياك.
دابا نتعلم هنايا المقالي. ايوا تيقولك زيد، اش تيقولوا زيد الماء زيد كي كل مقله وكيفاش، كاين اللي مزيانه كاين اللي مويان كاين اللي شويه كل حاجه. شنو انا عجبوني هادو، هاد المقله الحمراء وهذيك اللي حتى هي بحالها اللي بالغطايه ديالها، تصلح طيب وهادي تصلح تقليفه. شتي كي دايرين؟ رائعين يا سلام، رائعين رائعين. اللون الاحمر اللون رائع، هادي عجبتني. وهذه الحده بحال جميله ياك، طيب فيها تصلح الطيب والاخرى تصلح القلي. وهنا نوريكم واحد وحده صغيره، شفتوا هذه صغيره، هذه البلاصه ديال الكيسان. ولكن هذا الكيسان راه ماشي عادي هنا صحابي صحاباتي، وحفتوا هذا الكاس شحال ثقيل، وشحال ثقيل يديا كانت غادي تهرس عليا بسبب اني هزيته اي بوحديه خاوي ثقيل، فما بالك لا عمرتيه بشي حاجه كي غادي يولي. هذا الكيسان ما يصلحوش، لا انصحكم بهم اللي ساكنين هنا، البنات اللي ساكنين هنا بلا ما تاخذ هذا الكيسان، عرفتي كيتقاولين يا ربي السلام، ما عمرش شي كيسان بحالهم. هنايا في المول كاين ثلاثه الانواع باش تطلع، لا ماشي باش تطلع، باش تهبط، ما باش تطلع راه كاين السنسور. باش تهبط هي تستعمل هاد الدرديبه تجيك ساهله تجر هذيك داكشي ديالك فين داير المقديه، ولا تهبط مع الدروج. هذه الوسيله الثانيه ياك مع الدروج، حيت هذا السوبر ماركت فيه 4 طبقات كي قلت لكم، كل طبقه لاش دايرينها مختصه بشي حاجه، ياك يا ترتب مع الدرديبه تتهبط هذيك داكشي المقدي ديالك وتتهبط، يا تتهبط مع الدروج، ولا حاجه سهله ها هو السنسور تتهبط مع السنسور. بختار تيكون سنسور عامر وداكشي فهمتي، حتى انت كديك الدرديبه سهله تجر داكشي اللي شاري وتتهبط غير تتوصل. اما باش طلع فهمتي من طبقه لطبقه يصلح لك السنسور، ما يصلحوا لك لا الدروج لا هذيك الدرديبه. الدرديبه تصلحي باش تدردب ماشي باش تطلع، لا بغيتي تطلع راه غادي تعذبك. هادشي اللي كاين هنايا. هاد البلاصه ديال لي زور، لي زوره ديال الناموسيه ياك، كاين لي زوره ديال الناموسيه ديال جوج الاشخاص كي تشوفوا هنايا، جوج ديال الاشخاص الالوان على الاشكال، الالوان على الاشكال، انا بديت نخرب صافي بديت نعيا. المهم كاين الالوان بزاف الالوان، كل واحد يختار اللون اللي يعجبو ياك. وكاين عاوتاني ديال شخص واحد، لي زار ديال شخص واحد دي يعني ناموسيه ديال واحد كي تشوفوا هنايا. ضروري ضروري تلقى شي حاجه تتعجبك، ما يمكنش كلشي غادي يكون ماشي هو هذاك ضروري. والاسمنه ها هما، ولكن راه ما عرفتش واش غالي ولا ما غاليش الله اعلم. هنايا شنو هنا المخاد ياك، الخديات المخاد، المهم هذوك اللي المخاد الخديات. هنايا كاينين الفوطات ياك، وشوف هنا شنو تيقول لك، تيقول لك باي وان جيت تو فري، زعما تشري وحده وغادي تربح جوج. فهاد السوبر ماركت الاغلبيه دايرين بحال هكا، تيقول لك تشري حاجه وتربح وحده فابور، ولا تشري حاجه وتربح جوج تاخذ جوج فابور بحال هكا جيت تو فري. يعني هادشي علاش باش تيجيو ليه هنايا الناس بزاف ديما تيكون عامر، وخصوصا في المناسبات ملي تيكون عندهم شي عيد استقلال ولا شي حاجه تيديروا تخفيضات بزاف بحال الصغول تنقولوا حنايا. وهنايا كاينين وريدات ديال الميكا ديكور، هادو تيتحطوا الديكور واحد، كاين هادوك اللي تيتحطوا فوق الطبله اللي تشوفوا هنايا، تيتحطوا فوق الطبله تاهما تيجيو الديكور تيجيو رائعين. الاثمنه ديالهم قلت لكم الاثمنه، ما نعطيكمش فكره واش غالي ولا رخيص الله اعلم. هنايا الباليزات حقيبه سفر، حقيبة صفر بجميع الأحجام والألوان، المهم ماشي شي ألوان ألوان، ولكن إلا كان شي واحد مضطر مضطر خاصو باليزة يقضي هادشي ما كان، تم بعدو يختار اللون اللي عجبو. هادشي اللي كاين يعني هادي الطبقة الفوقانية كاع 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 مخلصينها غير الحوايج بحال هكا، الحوايج وباليزات وشنو عاوتاني وهداك الغطا ديال السرير وصافي. وهنا في الهند راه ضروري من الفرافر، فرافر فرافر شنو قالك انا تاخذ فرفار يعطيك مصلوح، حتى نضحك معاكم غير هنا فرفار ومصلوح شوف بحال هكاك في نفس اللون، جاو جاو زوينين. هنا ما كاين حتى شي حاجه فري، بغيتي تشري مصلوح تشري فرفار هادشي اللي كاين. وشنو هنايا، هنايا هبطنا في الدرديبه شتي، ما جاش السنسور دغيا دغيا، نبقاو نعينو نعينو الدرديبه ماشي مشكل، تهبط في الدرديبه تتوصل دغيا دغيا. اول هند خاصك ضروري فرفاره والايسي، انا في الفرق خطره تجيني ما عندها حتى شي معنى، المهم تتبرد ما حتى شي حاجه تدير الصداع في الراس بحال هليكوبتر شي هي الدرديبه صافي وصلنا دغيا دغيا. عرفتي في الفرق فوق راسك دو 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 من عليها، المهم ولات في الفرق راه في شكل الاي سي بعدا تتبرد.
وهنا صافي كنا خرجنا وهادي وقفنا حتى هنا، هنا كانت بوب كورن قليا، وهاد السيده ما كانت مسكينه وشافتنا وجات جريتي صحابها غادي نشريو من عندها بوب كورن زعما القليا. هادي باينه هندوسيه ولكن ماشي مشكل، كل واحد خدمته، كل واحد الارزاق ديالو الله يسهل عليه ويسهل على الناس كاملين يا ربي. هذا ما كان صافي هنا قدام ديال المول، هاي هي واقفه جات وقفت حدا القليه ديالها. المطر المطر ضروري الهنود مبليين بالمطر. ايوا دابا يا غادي نمشيو اش تيقولوا ديريكسيون ديريكسيون مطعم اي ديريكسيون شنو هي ديك ريستورانت المطعم. يلا زيدوا هنا تنوريكم قدام المول شنو كاين، ولكن صافي حنا تقدينا كلشي. يلا 3 2 1 ليتس جو. ها المطعم هذا مطعم جديد ياك ما معروفش، ولكن عندهم واحد الاكل لذيذ يا سلام. المهم هي الدخله ديالو كي تشوفوا جا في الخلا والقفار ياك، ولكن زوين اللعب على الديكور. الديكور دار فيه الخضر ما دارش بزاف الالوان وداكشي بحال الهنود، هو راه هندي هندوسي ومحطه اللوحات بحال هكايا. فيه لا عندك شي حلم امن بالحلم ديالك راه غادي تحقق، حتى شي حاجه ما مستحيله. المهم بحال هكا مزيان، الواحد عنده شي فكره في راسو شي حاجه يخدم عليها وغادي يوصل لها واحد النهار. ياك شتو كيشنو الداخل باقي نقي وخدم على اللون الاخضر فهمتي، ما خداش بزاف بزاف الالوان بحال الزرق والصفار والكحل، وهادي لون بسيط ورستو ديالو باقا خاويه ما عامراش ونقيه. هادشي اللي كاين. وهنايا باقي يلا تينظم داكشي ديالو، مازال ما حطوش فهمتي ما نقيش البلاصه. يلا بحال هكا دي بلاصه فين تياكل واحد وداير هو بلاصه فين تيجلس الكاميرا الضروريين، وداير عنده الكوزينه فين تيطيب. والفرفاره كي قلت لكم ضروري من الفرفاره. وهنايا الايسي ما كانتش خدامه، يعني بلاصه كانت الحراره كان سخون الحال، يعني ماشي ملي تكون الايسي تيكون الحال هو هذاك. يعني كي قلت لكم هذا يلا مشروع ديالو جديد بدا فيه، يلا حل جديد. هنايا هذه المينيو دايره بحال هكا فود كاردن ياك، نوريكم الداخل فريش اند هيلثي. ملي كاتب هنا فريش اند هيلثي والله حتى بصح والله حتى بصح، حتى ما عمرين شي مطعم مشيت ليه زعما نقول لكم داكشي راه بصح. هذا راه بصح، علاش فريش وهيلثي؟ هيلثي ربما ناقص الزيوت بزاف ياك، وفريش تيطيب لك هذيك الساعه سيغ بلاص، شتي داكشي اللي بغيتي تيقيدو ياك وتيمشي ديك الساعه تيطيب. باش عرفت انا هادشي؟ هو استغرق وقت 30 دقيقه، يعني الا كان واحد مزروب وهادي بلا ما يمشي بلا ما يجي لهنا. انا نقول لكم ليش نسيرو فين موجود الماكله دغيا دغيا يعطيوها لكم، علاش؟ حيت هو تيطيب هذيك الساعه. سمعت الكوكو تدور 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 هذيك الساعه، داكشي فهمتوا الماكله عنده سيغ بلاص، ماشي عنده الماكله محطوطه في الثلاجه تجي يسخن لك عاد يعطيك. لا لا لا، هادو المينيمال داخل زعما داكشي اللي عنده، تطلب داكشي اللي بغيتي وتمشي توجدو لك هذيك الساعه. المهم عنده واخا هندوسي يعني مطعم هندوسي، ولكن كاين دجاج نورمالمون. تنعرف الهندوس ما تياكلوش الدجاج، ولكن بعد قال لك لا راه كاين شي هندوس تياكلو الدجاج ماشي مشكل. المهم هذا في الريستو ديالو كاين دجاج تيسربي الدجاج. هنايا اللور ديال المينيو كاتب بحال هكا، هذا دجاج لوليبو تيكون بحال هكا، هذا ما عمري ذقته ولكن باين شهي. علاش؟ حيت حار داكشي، علاش يكون الرجيلات ديالو داير لي هذيك الالومنيوم وداير عليه هذاك شويه القزبور. هذا تشيلي تشيكن تشيكن تشيلي ولا تشيلي تشيكن، المهم شي حاجه بحال هكا. هذا راه باينه تشيلي، راه باينه من سميتو تشيلي هي الحرور زعما ديك الحرورات اللي تيكونوا خضرين بحال هكا. هذا لا لا هذا ما غاديش نذوقو، غنوريكم شنو نذقت. هاد الدجاج وشوفوا دابا هي الدجاج مطيبينه بعدة الطرق، هذا عرفتي لذيذ فيه بواحد النسمه بحال ديال الكباب ولكن حار. هنايا هذا هو الوليد اللي تيتسخر مخدم مع جوج ديال الوليدات صغيورين بحال هكايا، وهذا هو مفشي كي تشوفو تا هو باقي شباب باقي صغير. المهم هنايا كان تيجيب الطباسل لاخر وجبه
فهمتوا هنا بحال ملي تتمشي ما تاكل شي حاجه وحده تاكل بزاف الحويجات. المهم كي تشوفوا هنا هذا مولشي وهذا وليت تيتسخر وكاين واحد اخر وكاينين جوج خدامين في الكوزينه شاف واحد اخر تيعاونو تيغسل الماعن وتنقل الخضره وداك الشيء. في الصاله كاين العدس، العدس حتى هو حار كي تشوف هذا كان الطبق الاخير. وهذا نان، هذا عجبني، هذا ما حار ما حتى حاجه ولكن لذيذ، هذا كليتو هادشي اللي كاين وصافي. وهنايا كنا غاديين بحالتنا صافي نتعشينا الله يجعل البركه. قلت لكم ريستو جات في الخلا وقيفر ولكن زوينه باقا جديده ما معروفاش. ماكله نقيه، مازال خصو يخدم على المشروع ديالو كي قلت لكم يزيد خدم ويزيد الطوابل بحال هكايا. ولكن دابا الواحد لاجا غادي يعاود يرجع، علاش؟ على وديت الاكل لذيذ ونقي وفريش تيطيب سور بلاص يعني هذيك الساعه. وهنا الموتور ديال المولشي وديال شي واحد اخر اللي معاه تما، كاين حيت كاين الكوزينه فيها الشيف هو اللي تيطيب. ايوا هذا هي السميه ديالو فود جاردن. صافي كي قلت لكم خلاو القفار ولكن ملي غادي تعرف ويدير لها الاشهار يبقاو يجيو ليه الناس. ايوا هذا مكان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونشوفكم مره اخرى ان شاء الله.